السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله رحت عملت لكم تغطيه من الصاله الاقتصاديه. ان شاء الله المكان يعجبكم، اسعاره حلوه جدا بصراحه. وفي اقسام كتير جدا، الفرع كبير ما شاء الله بس زحمه جدا. فيا جماعه اللي يروح لوحده، يجيب الطلبات بتاعه البيت ويرجع، لان فعلا المكان زحمه جدا وبتاخدي وقت على ما تخلصي الشوبينج بتاعك في المكان واللفه بتاعتك. ان شاء الله التغطية تعجبكم والفيديو يعجبكم، تستنوا للاخر هتلاقوا عروض حلوة جدا 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 واسعار ما لقيتهاش في اي مكان تاني. وانا صورت لكم بعض الاماكن، ما كانش فيديو كل التصوير بسبب ان المكان ما شاء الله زحمة جدا، وما حبيتش اضايق حد بالتصوير. ففي شوية مكسرات على شوية تسالي كده خدتهم صور، وبقيت المكان صورت منه فيديوهات. يلا بينا دلوقتي اقول لكم على الاسعار كده معاكم، عشان لو الاسعار مش واضحه في الصوره. ده بسكوت اولكر 12 حبه ب 11 ريال، وده العلبه الكبيره ب 21 ريال، وفي بعض الشوكولاتات وبعض البسكوتات ب 8 ريال، وفي حاجات ب 6 ريال، وفي عروض على بسكوتات الحبتين مع بعض ب 10 ريال. بصراحه المكان حلو جدا، اسعاره حلوه. دي شوكولاته ب 12 ريال، وبس. وزبدة اللوتس عليها عرض ب 10 ريال ونص، وده صوص شوكولاتة ب 10 ريال ونص، ودي حلاوة ب 10 ريال و80 هللة، وده بسكوت ب 10 ريال، ودي برضو بسكوتات في منها ب10 وب15، ودي شوكولاتة ب9 ريال. العلبة فيها 12، وفي علب فيها 24 حبة. ودي شوكولاتات العلبة دي ب 32 ريال، ودي بعض الشوكولاتة المستوردة برضو. وفي عنده شوكولاتة خام كيلو برضو، انا صورتها لكم. في ناس كتير قوي بتسأل على الشوكولاتات الخام، ودي شوكولاتات متنوعة، ال4 حبات ب10، وفي منهم برضو ال6 حبات ب10. دول هما، ده شوكولاتة جالاكسي ال4 ب10، ودي قهوة تركي ب19 ريال، ودي النوتيلا ب13 ريال و80 هللة، ال400 جرام. وفي عندهم بقى انواع شاي انا اول مرة اشوفها هناك، واسعارها حلوة جدا. شاي ربيع ب8 ريال و80 هللة، وفي عندهم شاي كابوس برضو وليبتون، وفي شاي احمد كان في ناس كتير قوي بتسأل عنه، لقيته هناك برضو. بس المكان كان عنده زحمة ما عرفتش اصوره، بس كان في منه في النكهات كتير، كان في ناس كتير قوي بتسأل عن النكهات، انا لقيته هناك وقلت اقول لكم في الفيديو. وبعتذر طبعا ان انا ما عرفتش اصور الجزء ده. وعنده بعلب الفول في انواع ال4 ب10، وفي انواع ال6 ب10. انا صورت لكم يعني كذا حاجه اللي ما عرفتش اصوره فيديو، طبعا بعتذر جدا بسبب ان ما حبيتش ان انا اضايق حد واصور فيديو حد يظهر في الفيديو. وعندهم رز ابو كاس، وعندهم الشعلان، عندهم كذا انواع برضو رز بسمتي، وعندهم عروض على التونه ال3 حبات ب10، ونسكافيه ب10 ريال 95 هلله، اهو ابو كاس. وعندهم عرض برضو على زيت نوره الحبتين، ومعاهم حبايه 800 ملي. الحاجات دي برضو هصورها لكم كده في الفيديو. رز الشعلان ب20 ريال 5 كيلو، ورز ابو كاس برضو ب20 ريال، ب19 ريال 95 هللة. دي طماطم مقشرة ال6 حبات ب10 ريال 95 هللة. العرض ده حلو جدا، اللي بيحب يستخدم الطماطم المقشرة. وده حليب مبخر 7 حبات ب10 ريال 95 هللة، وده حليب برضو مبخر 8 حبات ب10 ريال و80 هللة، ودي جبنة شيدر 3 حبات ب10 ريال و80 هللة، وده ذرة معلبات 4 حبات ب9 ريال و80 هللة، وده برضو ذرة حدائق كاليفورنيا 4 حبات ب10 ريال و80 هللة، وده بديل الليمون حبيتين ب5 ريال و80 هللة، وبرضو ده حليب مبخر 7 حبات ب10 ريال و80 هللة، حلاوة طحينية ب14 ريال 95 هللة، دي السادة، وفي منها جنبها اللي بالشوكولاته ب17 ريال 25 هلله، دي اللي بالفستق اللي بالشوكولاته برضو اهي،
بتهيألي الشوكولاتة نفس سعر الحلاوة السادة، لأن أنا ملقيتش ورقة بسعرها. وده نوع حلاوة تاني، والخميرة ب5 ريال، 95 هللة. ودي طحينة ب7 ريال، 95 هللة. الأسعار هناك بصراحة عجبتني جدا. والكاستر الحبايتين ب11 ريال و50 هللة. وفي برضو عندهم النشا الحبة ب8 ريال و80 هللة، 400 جرام، برطمان كبير جدا. وده شوفان الحبايتين علبتين مع بعض ب17 ريال، 25 هللة. وده كاستر ال3 حبات ب11 ريال و80 هللة. وده كريم شانتيه العلبة ب11 ريال و50 هللة. وده دبس رمان الكيلو ب5 ريال و80 هللة. الحجم حلو جدا، انا استخدمت المنتج ده حلو جدا، والاكسباير بتاعه لسه 2022، يعني حاجاتها مش اكسباير قريب، لا التاريخ بعيد. وده زيت عافية ال2.5 ب32 هللة. وده ال1.5 ب17، 25 هللة. وزيت العربي ال1.5 ب11 ريال، 95 هللة. وعندهم زيوت كتير برضو، ده زيت برضو ليزا ب13 ريال و50 هللة. بصراحة المكان هيعجبكم ان شاء الله. وزي ما قلت لكم، اللي هيبقى محتاج او اللي عارف المنتجات اللي هيجيبها هو اللي يخش ياخد حاجته، لان يعني المكان زحمة. وبصراحة الاسعار حلوة جدا، وان شاء الله قريب قوي هيفتح فرع في جنب جوهرة العزازية. زي ما قلت لكم المفروض كان هيفتح الايام دي، وان شاء الله اول ما يعلنوا عنه باذن الله برضو نبلغه على المواقع عشان تستفادوا، لو حد قريب من في جدة في الشمال. وزيت جوز الهند ال500 ملي ب11 ريال و50 هللة. وفي زيت برضو ال1.5 لتر ب11 ريال، 95 هللة. بصراحة الأسعار حلوة جدا. وزيت صاني الحبايتين ب16 ريال، 95 هللة. وعندهم برضو زيت علبتين مع بعض ب16 ريال، 95 هللة. وزيت شمس ب12 ريال و80 هللة. وعندهم مكرونة كودي ال3 حبات ب11 ريال و50 هللة. وعندهم ترافل مكرونة 3 أكياس ب5 ريال، 95 هللة. وفي عندهم بهارات ال3 أكياس ب11 ريال. عندهم البهارات دي مشكلة، في منها كذا حاجة، كركم وكاري، وفي بهارات منها. وملح الخير 3 حبات ب5 ريال، 75 هللة. وسمنة الشوكة والمعلقة 2 كيلو، عندهم برضو سعرها حلو جدا. والكاتشب ده الحبة ب5 ريال، 75 هللة. وعندهم فوق 4 حبات من نفس النوع ب11 ريال و50 هللة. وشطة رنة 2 حبة. وعندهم زيت جوز الهند برشوت ب11 ريال ونص، وفي احجام اكتر سعرها متفاوت. فانا حبيت اصور لكم الجزء برضو بتاع زيت برشوت، لان في ناس كتير برضو بتسال عنه. انا زي ما قلت لكم بصراحه ما عرفتش اصور المكان كله، بصراحه المكان حلو جدا واسعاره حلوه جدا. ان شاء الله تروحوا المكان ويعجبكم. وعندهم برضو شامبو فاتيكا عليه عرض ب15 ريال، 85 الحبايتين. وشامبو هيد شولدن ب14 ريال، 95 هللة. وعندهم ديتول جيل استحمام ب11 ريال، 99 هللة، 250 ملي. و3 حبات من المعطرات ب11 ريال، 80 هللة. وعندهم عروض حلوة جدا برضو على المعطر، وعندهم عروض على الفحم. انا بس بحب اصور لكم الحاجات المهمة. والبخور 3 حبات ب11 ريال ونص، 50 هللة. وعندهم عرض على ملمع الزجاج الرابطة 3 حبات، حلوة جدا، ب10 ريال، 95 هللة. وبخاخ ديتول برضو ب500 ملي. ودي البودرة بيف باف عليها عرض برضو عندهم ب5 ريال. وده الصابون 6 قطع، 125 جرام،
الربطتين عليهم عرض، يعني العرضين دول مع بعض ال12 حبة، وعندهم فانش 30 قرص 29 ريال، أسعارهم حلوة جدا بصراحة. وعندهم معجون أسنان 5 ريال 25 هللة، وعندهم معجون أسنان كولاجين برضه 3 حبات ب10 ريال 75 هللة، ومعجون أسنان هيمالايا برضه 3 حبات ب10 ريال 95 هللة. وعندهم عروض حلوة جدا برضو على الصابون ده، معقمات عندهم برضو عليها عروض، معقم للإيد 2 حبة ب15 ريال 75 هللة، وعندهم معقم جل ب5 ريال 50 هللة، وعندهم الديتول 250 ب10 ريال 95 هللة، وديتول متعددة الأغراض 3 لتر ب43 ريال. إن شاء الله تروحوا المكان ويعجبكم. وعندهم قصدير يا بنات الألمونيوم 6 متر 3 حبات ب10 ريال 95، سعره حلو جدا فحبيت أصوره لكم. 6 متر ده يعني حجمه حلو جدا، وده مناعم للملابس 3 لتر ب14 ريال و50 هللة. وعندهم فير الصحون 900 جرام الحبايتين ب15 ريال و90 هللة، والحجم اللي هو 650 جرام ب5 ريال 95 هللة. وعندهم شوكولاتة كيلو كيس كيلو ب12 ريال و50 هللة، عجبني اول كيس ده وحلو جدا قلت اصوره برضو افيدكم بيه. وعندهم نوع تاني 400 جرام ب9 ريال 95. بصراحة الاكتر مكان قوي مغري مكان السناكس والشوكولاتات، حلو جدا واسعاره حلوة جدا، ان شاء الله تروحوا المكان ويعجبكم. وعندهم برضو عروض حلوة جدا على الخضار وعلى الفاكهة، ده شوكولاتة خام كيلو ب15 ريال و80 هللة، كان في ناس كتير قوي بتسأل على الشوكولاتات. وعندهم الموز عليه عرض 3 كيلو ب10، والتونة 4 حبات ب10 ريال 95، وفي لانشون برضو عليه عرض ب7 ريال 95. الأسعار هناك بصراحة عندهم حلوة جدا، إن شاء الله تروحوا المكان ويعجبكم وأكون قدرت أفيدكم بالفيديو بتاعي. الأسعار هناك في أماكن كتير قوي وفي أسعار حلوة كتير قوي معرفتش أصورها. أتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتكون استفدتوا منه. تعالوا أصور لكم برضو بسرعة القسم بتاع الخضار والفاكهة، ده برضو تونة يوناني الحبة ب5 ريال 95، وده عرض على الفول 4 حبات ب14 ريال، والكمثرى عليها عرض، والموز والكيوي والتفاح، البطاطس 4 اكياس عليها عرض. اكون خلصت فيديو النهاردة، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.